ازيكم؟ عاملين ايه؟ مخصوص الفيديو النهارده بيتكلم عن ازاي اشتري من شي ان وابعد عن الجمارك. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، مؤخرا عرفت ان مصر بيدفع عليها جمارك علشان بنحافظ على المنتج المحلي، مش غلطانين، بنحافظ على المنتج بتاعنا. طيب انا كصورة عايز اشتري دلوقتي حاجة من شي ان مثلا، وعجبني جدا الحاجة والاسعار حلوة جدا، بس بتلسوع في الجمارك. يعني مشكلة الجمارك اصلا، انت ايه الراجل بيتصل بيك وانت تتفاجئي بقى، ايوه يا استاذة انت هتدفعي كذا، ما بصي من غير يعني من غير اصلا ما تعرفي بسبب الوزن ولا العدد ولا ايه بالظبط، يعني انت بتفهميش، هي فجأة كده يحدفها لك في وشك. وممكن كمان بتوصل مع ناس ان الجمارك بتبقى اعلى من قيمة الهدوم، او بتبقى نفس السعر، يعني 500 و500 و500 و300، فمش هتفرق كتير. طيب اعمل ايه يا صور؟ يعني نعمل ايه في الموضوع ده؟ عندي ثلاث حلول. اول حل ان انت تشتري الحاجة اللي انت عايزاها وبتشحنيها على بلد عربي، والبلد زي السعودية مثلا، خالتك ولا خالك في السعودية تبعت له الحاجات، تقول له بقول لك ايه يا خالو والنبي، انا جايبه لك بلوستين كده، تبقى هاتهم لي، فساعتها انت مش هتدفعي جمارك خالص. تاني حل ان انت تشوفي اي جروب او صفحة بتبيع من بتبيع حاجات شي ان، وبتتعاملي مع صفحة تبعت لهم اللينك الحاجة اللي انت عايزاها وبيجيبوها لك، وبيضيفوا عليها مثلا 50 40 جنيه، وفي اغلى حاجه 60 جنيه، بيدفعوها لك على ثمن القطعه اللي انت عايزاها، وبتريحي دماغك، وانت بقى ايه مش مسؤوله، هيجي لك المندوب يسلمك الحاجه وانت ما تبعتش اي حاجه وبترتاح. وده اللي انا عملته. ماشي، في جروبات حراميه وفي صفح حراميه وفي صفح محترمين وناس رخيصه كده ما بيزودوش كتير، فانت بتقعدي تعملي سيرش، والناس كتيره بقى بتقعد تقول لك التجارب بتاعتهم. ولو انتوا عايزين الناس اللي انا اتعاملت معاهم قولولي، وانا هكتبها لكم في تعليق، عشان ده مش اعلان، عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتحطي اللينك عشان انت واخده 50 قرش من اللي هي صاحبه الجروب. لا انا مش بعمل اعلان، فاللي عايز بس هو اللي هديله الجروب. هو عموما الجروب في المنصوره، وما اعرفش بقى هو بيوصل ولا لا، بس اعتقد ان هو بيوصل لجميع المحافظات. طيب الحل التالت ان انت تجيبي قطع صغيره وبلاش جزم وشنط في اولها، علشان بيقولوا ان الجزم والشنط عليهم الجمارك الغاليه. طب هتعملي ايه؟ هاتي مثلا 5 قطع 6 قطع، قطعتين 3، ما تجيبيش 10 و11، علشان كل ما القطع بتزيد كل ما الجمارك بتزيد. طيب انا دلوقتي قلت لكم الحل بتاع الجمارك، هنيجي بقى على ازاي تعرفي ان الحاجه اللي انت بتشتريها دي حلوه ولا وحشه، علشان في مواقع كتيره الملابس اللي فيها رديئه. اول حاجه لازم يكون الموقع منظم زي شيء ان كده، الموقع بيبقى منظم، في متقسم على كذا حاجه، البناطيل لوحديها، الجينز لوحده، الجواكت لوحديها، التيشيرتات لوحديها، البلوزات لوحديها، كل حاجه لوحدها، الاقسام كلها. فانت بتخشي بتفتشي، بتبقى راحه نفسيا، يعني مثلا انت داخله تفتشي في البلوزات مش هتلاقي مثلا دولاب طالع لك، لا انت بتلاقي البلوزات لوحدها وكل حاجه لوحدها، فبتحسي ان انت مرتاحه اكتر. تاني حاجه بيبقى فيه ريفيوهات الناس كاتباها، فده برضو بيريحك جدا ان انت تعرفي القيمه حلوه ولا القيمه وحشه. في كمان بيبقى كود خصم على الهدوم، ده بقى بيريحك جدا، بس انا للاسف ما عنديش كود خصم، يعني شيء ان مش عارفه حاجه عني، فما عنديش كود خصم. الكود الخصم ده بيبقى حلو جدا، ان انت مثلا بيوفر لك 20% من قيمه الحاجه اللي انت اشتريتيها، فممكن تشتري بيهم حاجات تانية وبيوفر لك. ثانيا بيبقى فيه كمان مواقع زي شيء ان برضو كده، عشان ده الحاجه الوحيده اللي اتعاملت بيها فيها بره مصر، بيبقى فيه سيل واوكازيونات جامده جدا، 60% و50% و40% على القطع، وبتبقى القطع حلوه جدا. فانت بتحاولي ان انت تلقطي الحاجات بسرعه، علشان الناس اصلا، يعني في جاكيت كان عاجبني كان معمول عليه سيل 60%، كان ب 56 دولار لا 56 ريال، كان جينز وجميل على الاخر، 3 ايام ولقيته خلصان، مفيش اصلا حتى الاكس سمول مش موجود، كل حاجه خلصانه. فانت بتشوفي، بتقعدي بقى تدوري كده وتشوفي مع نفسك وبتختاري. عندي حل كمان تاني بقى، لو انت التلات حلول اللي هما بتوع الجمارك دول مش عاجبينك، او يعني بس هو اصلا هما تلات حلول حلوين، ممكن بقى تجيبي انت وصاحبتك وبتقسمي الجمارك على بعض، بس ما تتخانقوش في الاخر، اهم حاجه ما تخسري، اوعي تخسري صاحبتك في يوم من الايام عشان الجمارك، مش هينفع. بس انا كده الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو دوسي لايك ودوسي اشتراك، واستني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.